صباح الخير لكل متابعونا الآن. فقرتنا الرياضية راح تكون مع كوتش نوار كوتش زياد. راح نعطيكم اليوم تمرين للور بادي، تمرين رجلين الثايز كاملين والجلوس. راح نحتاج مساحة بادي ويت، ما في أي أدوات. إذا حابين أنتوا تضيفوا أي أوزان على أكتافكم أو تمسكوا بإيديكم ما بمانع. تعطونا ميوزيك لنبلش نستفيد. أوكي، نبلش بتمرين السكوات. الكعاب أوسع شوي من الحوض، ثاني خفيف بالركبتين، نحس انه وزننا على كعب رجلينا، صدر مرفوع لفوق، الاكتاف راجع لورا. هاي السترونج بيس اللي راح نبلش منها، ننزل بطيء، سلو داون 1 2 اب 2، ننزل شوي شوي اتجاه الحوض، بيروح لتحت ولورا زي ما احنا شايفين هون، تقريبا اعلى شوي من مستوى الركبه. هلا بنبطيها شوي 3 2 بوش هولد، ننزل سلو. أهم شيء بالركب إنها تكون بنفس الاتجاه تبع الأمشاط، يعني لبرا شوي great، ونضل نفس الريذم down 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 and up. ظهرنا مستقيم، نظرنا للأمام good. آخر مرة راح نبلش combination. هلا رجل يمين lunge 1 switch، نعمل هون 3 2 1، يمين again down lift hold، نعمل 3 2 1، نرجع بنعيد 1. نحاول ان الركبة الخلفية تنزل تقريبا تحت الحوض good، زاويتين 90 بركبتين good، down down، نرجع slow squats easy شوي شوي بالحوض، نرجع لتحت لورا، الصدر بضل مرفوع good، كعابنا ثابتة على الأرض، نحاول نخليها ما تطلع على الأرض أبدا good. هلا بننزل تحت بنثبت hold good. راح نشوف في خطين متوازيين بالجسم بين الأبر بادي والرجل من تحت، تقريبا راح يكونوا متوازيين hold good. نفس الكومبو رجل 1 switch squat 3 2، يمين كمان مرة، يسار كمان مرة، سكواتس again 3 2. هلا شوي شوي حرارة الرجلين بلشت تعلى good، بدي أزيد range of motion هلا أكثر لتحت 1 2، رجلينا جاهزين nice، نرجع slow again شوي شوي 1 2 push 2 nice. عضلات طبعا هلا اللي حاسين فيها اكيد الفخذ الامامي والجلوت، عضلات الحوض من ورا، ننزل شوي شوي سلو 2 3، نضل تحت، نخلي اللود على المسلز، نرجع نعمل بوش، بنخلي الركب شوي سوفت يعني فيها تنية خفيفة لما نطلع لفوق ريدي، ننزل نثبت هولد مكاننا، نرجع ستوب جود، نفس متواصل لننظم كومبو، رجل يمين لورا 1 switch squats again 3 and 2 and 1، نعمل تغيير good. الخطوة باللانجز بتكون مستقيمة لورا وفيها مسافة كويسة نايس. راح نحس وزننا على كعب رجلنا الأمامي أكثر عشان نشغل عضلات الرجل الأمامية good hold singles. هلا ننزل 1 2 1 2، rhythm شوي سريع زي ما شايفين، hold back and down زي كأني بقعد على الكرسي good. هلا hold، بنوسع رجلينا أكثر شوي لبرا، الأمشاط مفتوحة لبرا، خلي الشست مرفوع، ننزل شوي شوي 1 2 push 2، كمان واحدة هلا slow 4 4 1 2 3 stop good. knees لبرا أكثر هلا تركيزنا عشان نركز أكثر على عضلات الحوض من ورا good. صدر مرفوع، ننزل نثبت hold good. هاي آخر جولة good. راح نحس في تعب هلا على المسلز لكن هاي هي المرحلة اللي نستفيد فيها أكثر شيء great down combination. رجل يمين
1 سويتش نرجع للسكوات 3 2 and 1 again lunges ورا بعض نرجع وايد good هلا هون نرو رجلين مستقيمين لورا بالضبط ورا الجسم مع السكوات نخليهم واسعين 1 and 2 اخر واحدة great نضل مكاننا هلا نعمل single 1 2 1 2 good زي ما احنا نعمل range of motion كامل down up good كمان 8 let's go 8 7 6 and 5 go more 4 3 2 1 time 3